اول في النادي الاهلي بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر، لكن دلوقتي وجوده، وهو كمان هو حاسس بدي قوي، هو حاسس قوي 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 دلوقتي ان هو مظلوم شويه، لا حاسس إن, ان 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 عليه عبء، او طبعا. او ان هو الجمهور محمله مسؤوليه ان الفرقه تبقى كويسه او ان النادي الاهلي يحقق بطوله، وده شيء ايجابي جدا. طيب خلينا نروح بسرعه للجزائر وناخد مداخله هاتفيه هامه جدا مع الاعلاميه ليلى بن فرحات مقدمه البرامج في التلفزيون الجزائريه. استاذه ليلى مساء الفل عليكي وتحياتي ليكي. مساء الخير زميلي امير، ومساء الخير لكل الجمهور المصري العريض اكيد المتابع لقناه الاهلي او حتى المتابع لكل اخبار النادي الاهلي المصري وكل الانديه المصريه التي تشارك في مختلف اكيد المنافسات القاريه والاقليميه. طيب اكيد طبعا بنرحب بيكي، لكن عايزين نتكلم في البدايه عن يعني كيف يتناول الاعلام الجزائري مباراه الاهلي ووفاق سطيف، هذه المباراه الهامه في قبل نهائي دوري ابطال افريقيا. اكيد طبعا وفاق سطيف، لما نتحدث اخي امير على وفاق سطيف، وفاق سطيف هو اكتسب مع مرور الوقت تلك الكاريزما الافريقيه، تلك البنيه الافريقيه، بحكم انه متوج بلقب 2014، يعني هو من اصحاب اللقب الافريقي، يعني ارقى واثمن منافسه افريقيه قاريه هكذا. اليوم وفاق سطيف هو فيما يخص ترتيبه في الدوري الجزائري هو ترتيب مهم، يعني هو مركز خامس اوكي، لكن منقوص من عده مباريات يعني متاخره بحكم المشاركات الافريقيه. اليوم ايضا وفاق سطيف الاعلام الرياضي الجزائري بصفه خاصه يعطيه ويوليه اهميه كبيره جدا لسبب واحد، ان بدايه بلغ الدور نصف النهائي، يعني الشهيه تاتي مع الاكل هكذا. أكيد. ثانيا بحكم انه اقصى من اقصى البلاد البيضاوي هكذا بطل البطوله اليوم فعلا حامل اللقب الموسم الماضي، يعني كل هذه المعطيات توحي بنتائج طيبه جدا في الافق. واليوم المباراه التي سيقوم بها الوفاق، وفاق سطيف ممثل الجزائر في هذه المنافسه الثمينه، سيواجه عملاق اخر من عمالقه كره القدم المصريه، يعني تاريخه يتحدث عنه ليس نحن من نتحدث عنه، وبالتالي فهي مباراه كبيره جدا سواء في ذهابها او في ايابها، يعني تحمله او تحمل كثير من المعاني، هذه اولا. ثانيا حتى العلاقه، والله صدقني يعني امير العلاقه طيبه جدا، الكل يتحدث عن هذا الفريق المصري بطريقه رائعه جدا، يعطيه قيمته الحقيقيه سواء كانت الكرويه وحتى على المستوى، يعني لانه يمتلك ربما قلت هو الاخر كاريزما افريقيه على غرار سقطيف ويمتلك سجل ثري جدا. طيب الجمهور الجزائري وبتحديد جمهور فريق وفاق سطيف، هل شايف ان فرصه اصبحت اكبر دلوقتي لتحقيق هذا اللقب، وخصوصا ان هم تخطوا زي ما حضرتك قلتي كده فريق الوداد، لكن في المقابل هيقابلوا فريق قوي جدا وهو النادي الاهلي اللي عنده خبرات افريقيه كبيره جدا، هل هم خلاص شايفين فرص فريق وفاق سطيف كبيره في تحقيق اللقب ده؟ لا، يعني لو نتحدث عن الاهلي المصري اكيد انه الجمهور الرياضي الجزائري والشارع الجزائري يعي جيدا كبر المسؤوليه ويعي جيدا صعوبه المهمه التي تنتظر وفاق سطيف، لانه لو نعود نوعا ما الى الوراء نشاهد ونقيم نوعا ما مشوار وفاق سطيف في بدايه تصفيات او دور المجموعات بالنسبه لهذه المنافسه القاريه بالضبط الافريقيه، البدايه كانت محتشمه نوعا ما امام الدفاع الجديدي وحتى قبلها يعني امام تيتي مازامبي وحتى مولوديه الجزائر، كان يعني بداية محتشمة، حتى يعني في البداية كان كلنا نتوقع منه ربما الخروج المبكر من هذه المنافسة القارية أوكي. يعني البداية لم تكن موفقة كثيرا ولم تعطي ذلك، مش بداية ما كانتش قوية بالنسبة لفريق فاق سطيف. فعلا 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 فعلا، لكن ربما منعرج المنافسة، منعرج المشاركة، ومنعرج ربما التفكير في إلى أين أو أين سيصل فاق سطيف هو اللقاء الأخير الذي كان أمام الوداد البيضاوي، يعني أنك تقفي حامل اللقب في حد ذاته يعطيك تلك الشهية، يعطيك ذلك ربما الطموح في مواصلة المشوار، وبالتالي لا يمكن أن ننكر ما قام أو الأداء الذي قدمه اللاعبين على غرار حارس مرمى يعني زغبة الذي أدى مباراة بصراحة عمل مباراة رائعة جدا أمام فريق الوداد بصراحة. فعلا فعلا، وحتى أيضا ربما ما يختلف اليوم، يعني حتى راح نعطيك أو نقول لك ربما أمور جديدة يعني في شخصيته، ربما قبل الانتدابات، ربما قبل الميركاتو الصيفي كان الفريق بوجه اخر، لكن
التغييرات التي أجراها المدرب رشيد الطوسي والانتدابات التي قام بها رئيس الفريق حسن حمار، يعني كانت انتدابات نوعية أعطت تلك الدفع الإيجابي والمعنوي والبسيكولوجي والوتفة البسيكولوجية لفريق وفاق صيف، يعني خول له اليوم أن يلعب ربما براحة كبيرة خاصة بعد فوز قلت لك والتأهل الذي حققه على حساب الوداد البيضي. هذا لا يعني أننا نقلل من قيمة الأهلي المصري الذي لديه هو الآخر كل الإمكانيات وكل الفرص ولديه، ولا يمكن أن ننسى أيضا أنه البداية والشوط الأول يلعب على أرضه وبميدانه، وبالتالي كل شيء ممكن في كرة القدم. هذا يؤكد أنه لا يجب أن يدخل أي فريق من الفريقين سواء الوفاق وفاق صيف أو حتى الأهلي المصري، لا يمكن أن يدخل في عملية السوداء، لأنه كل فريق لديه ربما ميكانيزمات خاصة به ولديه ربما معطيات خاصة سيخرج أوراقه في الوقت المناسب. طيب أنا عايز أستغل تواجد حضرتك معايا وعايز أخد رسالة للجمهور المصري وجمهور النادي الأهلي وأيضا رسالة للجمهور الجزائري وجمهور فريق وفاق سطيف قبل هذه المباراة اللي هامة جدا. والله الرسالة يعني قلتها سابقا وسابقا وقلتها اليوم وسأقولها أيضا غدا، كرة القدم نعرف جيدا أن الرياضة تصلح ما تفسده السياسة، هكذا يقال ذلك. بالضبط. لكن كان العكس في حالة المنتخبين، لأنه ربما البلدين شقيقين، واليوم أريد أن أقولها أن كرة القدم وشرط كرة القدم، واليوم فهم الشعبين وفهم أنصار الفريقين وأنصار المنتخبين وكل الأنصار أنصار كرة القدم الجزائرية وأيضا كرة القدم المصرية، فهموا جيدا أن العلاقة أكبر من أن تكون ربما فقط مجرد نزوة في كرة القدم أو نزوة مناصر. يعني اليوم مثلا الأهلي المصري أو منتخب مصر لما كان في كأس العالم، أول المشجعين المنتخب المصري أكيد هم الأنصار الجزائريين، هكذا يعني اليوم كرة القدم نريدها أن تجمع بين أو تجمع بين المنتخبات والشعوب وأن توحد لا أن تفرق. واليوم أعرف جيدا ما يقوله اليوم أنصار الوفاق الطائفي وحتى أنصار الأنصار الجزائريين، هم يعطون الأهلي المصري كل قيمته ويتحدثون عنه صدقني والله العظيم بكل خير، ويتمنون أن يصل فريق أكيد عربي أن يتوج أكيد بهذه إن شاء الله العريقة. طيب أخيرا توقعاتك بقى المباراة إيه؟ صعب جدا صعب جدا أن أتوقع، أكيد يعني أتمنى هو الأحسن سيفوز أكيد، الأحسن فوق أكيد الميدان والأحسن تموقع فوق الميدان، لكن أكيد أن أتمنى أن يوفق الفريق صيف ويعيد وإحنا بنتمنى الأهلي هو اللي يكون موفق بصراحة أكيد والله العظيم، يعني الأحسن فوق الميدان سيفوز والله صدقني إن شاء الله بإذن الله. أستاذة ليلى بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة القيمة والهامة جدا، طبعا كان معنا الإعلامية